تقول منظمة سكول اوف لايف البريطانية: من الغريب أن ليس كل عاطفة نحملها معترف بها تماما أو حتى مفهومة أو محسوسة. هناك مشاعر موجودة بشكل غير معالج وغير فعال بداخلنا، وهناك مشاعر غير مترجمة حتى بالنسبة لنا، الأمر طبعا الذي يشعرنا بالحاجة الإجبارية للبقاء مشغولين خوفا من قضاء أي وقت بمفردنا أو التمسك بتتبع الأخبار أحيانا أو ممارسة التمارين الإجبارية أو الالتهاب بأي شيء آخر. نحن نخدر أنفسنا كيميائيا أو نتبنى نبرة سخرية أحيانا زيادة عن اللزوم والتي تحجم الجرح المحدد الذي ألحق بنا. من جانب آخر، كشفت الـ LOU وهي جامعة متخصصة للعلاج بالضحك ومنتشرة في 77 دولة في العالم، إن سر معرفة نفسك وكيف تعيش حياة أفضل تبدأ بمعرفة مشاعرك أنت، باعتبار أن ما تختبره في الحياة لن يكون أكثر من مجرد أفكار. هذه القدرة على تحديد ما نشعر به سيخفف حدة التجربة التي نعيشها، لأنه سيستدعي العقل الواعي لديك ويحل المشكلة. طرحت هذه الجامعة سؤالاً بمنتهى الذكاء حقيقة كطريقة لتحديد أي شعور سلبي معين، وهو أن تسأل نفسك ببساطة: ما الذي فاجأني بهذا التصرف؟ هل نحن نعترف فعلاً أن هناك ما يفاجئنا وبالتالي نتأثر به؟ هل نخاف من مشاعرنا في الحب، في الظلم، في الذل، في الخذلان؟ فعندما نحس بالضعف والسعادة أيضا، هل نستطيع أن نعبر عن ذلك؟ ثقافة التعبير عن المشاعر ودورها في أفعالنا وعلاقاتنا الاجتماعية، وما هو المؤثر الأكبر في فكرة التعبير أو عدمه؟ هذا بحد ذاتنا محور نقاشنا اليوم مع مدرب المهارات الحياتية خالد الحوراني. لكن بداية أود فعلا أن أعرف، كيف تنظرون إلى موضوع التعبير عن المشاعر؟ عندي ثقافة تسمح لي بالتعبير عن مشاعري، تأكيد مشاعري وأحاسيسي طبعا وفكري ووعي طبعا بقدر أعبر عنهم بحكم ثقافتي وبحكم وعي وبحكم قراءاتي يعني المتعددة والمتنوعة. يعني الحياة قصيرة ما بتعرفي شو بصير فيها، فحلو انه الواحد يحكي شو اللي في قلبه ويحكي شو اللي في باله. ايام بتساعدنا انه احنا نتخطى مشاكل، وايام بتساعدنا انه نحن نكسب ناس اكثر. مش دائما بعبر عن مشاعري، بس انه لما يكون حسب الحدث اللي بصير معي، حسب الاشخاص، حسب الموقف اللي صار معي اقدر اعبر فيه عن مشاعري، بس مو دائما. يعني عامة انه الواحد بيقدر انه يعني يعبر عن مشاعره بالطريقة اللي هو بيقدر يعني يستعملها. والله حلو التعبير عن المشاعر ومهم كتير، لأنه أصلاً في ناس يعني بيفتقدوا لهذا الإشي. ممكن أنا ما أكون يعني من الناس اللي توب يعني في هذا الموضوع، يعني معتدل. ممكن أنه أحياناً الخجل بيمنع الإنسان أنه يعبر عن مشاعره. أنا بقدر أعبر عن مشاعري بكل حرية. التعبير عن المشاعر هذا شيء كتير جميل، لازم الكل يكون عنده إياه. يعني لحظة ما بدك تضحك تضحك، ولحظة ما بدك تبكي تبكي، يعني إنه ما في شيء لازم إنك أنت تكبته، لأنه الكبت دائما يولد أمراض نفسية، يولد أمراض عصبية، يولد دائما ضغوطات. ممكن إنه الواحد لما يجي بده يواجهها تكون صارت ضخمة بالنسبة له، ما يقدر إنه يعمل لها مواجهة. تنوعت الآراء اليوم، سنتحدث عن كل هذا مع مدرب المهارات الحياتية خالد الحوراني. صباح الخير لك. صباح الورد، أهلا فيك. يعني موضوع كبير كتير، رح نحاول قدر الإمكان أنه نحكي فيه خطوط عريضة. صحيح. اليوم سؤالي رح يكون في البداية: هل نحن مجتمع مكبوت؟ تمام. أول إشي بشكركم على هاي الاستضافة الحلوة وبشكرك. هلا بالنسبه للكبت والتعبير عن المشاعر، في كثير مفاهيم مغلوطه عنا. كثير في اشياء بفكروا فيها انه بقول لك هلا انا اذا بعبر عن مشاعري ممكن يجيني رد فعل عكسي او سلبي. راح احكي معلومه بجوز كثير ناس يستغربوا منها، انه اكثر من 90% من المشاعر اللي بتصير عنا هي من الداخل وليست من الخارج. كيف يعني من الداخل وليست من الخارج؟ نفس الأشياء اللي عم بتصير إذا صارت بموقف آخر أو من شخص آخر بتكون بتختلف. بدي أضرب مثال هيك صغير يعني على هذا الإشي. لو جيت مثلا حكيت لحضرتك إنه ما شاء الله لبستك حلوة، راح تحكي لي شكرا. بس لو مثلا كنت في الشارع وقلت لك لبستك حلوة بجوز تفكري هي قلة أدب. نفس الكلمة ونفس الإشي، اختلف المفهوم. ف 95% من المشاعر بتكون داخلنا وليست من الخارج. إيش هاي 5%؟ اللي هي اللمس.
أما 95% من الكلام إيش إشي بيجيك أنت كيف حللته. يعني الشباب مثلا بتلاحظي في شباب مثلا إذا سب عليه بشوف إنه هاد بحبني كثير، بس إذا أخذتها وتلقيتها من شخص آخر بتكون حسيت إنها إهانة. فهذا الإشي يعني بيجوز الناس تفكر، لا أنا 90% من الأشياء بطلقها من الخارج هي حسب ردود أفعالك أنت، كيف رد كيف تخيلتها وكيف هيئتها في بالك. هذا هو يعني تعريف المشاعر للناس، أغلب الناس ما بتعرفه. يس. طيب خلينا نحكي بداية، يعني إحنا كبرنا بمجتمع يعني فكرة التعبير عن المشاعر هي ليست فكرة مستساغة جدا. يعني الرجل عيب إذا بكى، الضحكة، يعني كلها إلها معاني تترجم بالمجتمع، فأسلم شيء إنه إحنا ما نعبر عن مشاعرنا. هل هاي تربية صحيحة؟ وإلى أين ستذهب بنا إذا استمرنا بنفس الطريقة في التعامل؟ هلأ حسب دراسات أخيرة بحكي لك، الطفل بالنسبة للطفل لازم أي إشي بحاول يعمله أو يعبر فيه عن مشاعره لازم ما نمنعه نهائياً. إحنا هون عنا نهج خاطئ في التربية، إنه بيحكي لك هاي لا، هاي أوعك، هاي كذا. شغلة واحدة تقدر أنت تمنع فيها الطفل اللي هي الخطر. إذا كان بيعمل إشي خطر، مثلاً وقف على حفة صور وصار بده يحكي واو كذا، بده يعبر عن مشاعره إنه صار في إشي خطر عليه. أذروايز لازم أي إشي بيعبر فيه عن مشاعره يعني نخليه يأخذ راحته فيه. ليش هلا بيجي؟ يعني انت ممكن تساليني هلا ايش الاشياء اللي فعليا احنا بنمنع حالنا منها انه نعبر فيها عن مشاعرنا. في ثلاث اشياء. الشغله الاولى الخوف من الرفض. كثير ناس بتخاف انه انا والله اذا بحكي هذا الشيء راح انرفض. الخوف من ردود الافعال، الاحراج. وهذا الشيء شو اثره السلبي؟ أثر السلبي إنه بيعمل أنت بتحلل لنفسك لحالك إنه والله أنا ما عملت هيك، خلاص هو بجوز لأنه هيك بده، وبتبني عليها أساسات، وهي الأساسات ممكن تدمر الدنيا. هاي هي المشكلة. يعني مشكلة يمكن معقدة ومركبة أحياناً، بتبلش من فعلاً مرحلة الطفولة وبتكبر مع الإنسان. لكن إحنا متعارف علينا إنه أحياناً نغلف مشاعرنا بأشياء معينة. يعني أحياناً حتى فكرة أنه إحساس، في بعض الأحاسيس على فكرة لا نستطيع أن نشخصها. يعني زي ما شفنا كثير من الدراسات كان في لست من الأحاسيس، يعني إحنا يمكن نستخدم منها 4 أو 5 اللي متعارف عليه، أنا جوعان، أنا نعسان، أنا حابب، أنا هاي الأمور ممكن تغلف مشاعر حقيقية، عدم الاحترام، عدم الاهتمام. طيب كيف ممكن انه احنا نتعلم نشخص مشاعرنا الحقيقيه عشان نعرف شو المشكله ونحلها؟ هلا في دراسه بتحكي لك انه الاشخاص بيختلفوا عن بعض بخمس حالات كيف انت بتستقبل هاي المشاعر. شخص اسمه جاري تشيبمان الف كتاب اسمه لغات الحب الخمسه، انه كيف انا بعبر عن مشاعري بخمس طرق. صحة قلبك. هلا في ناس ما بيقتنع فيها الا باللمس. اذا بتحضنه معناها انت فعلا بتحبه. في ناس لا، بالكلام، اذا بتحكي له كلام حلو. في ناس مش بالكلام الحلو ولا باللمس، بالوقت. اذا بعطيه وقت اكثر معناها انا بحبه. في ناس بالهدايا. في ناس بالمواقف، اذا عملت معي موقف. فلازم نفهم الشخص اللي قبالنا ونحس ايش هو بحب أو نفهم عليه مشان نعرف نتعامل معه. بس لسه أنا بحكي عن مشكلة، يعني إنه الإنسان مع نفسه. نعم. الإنسان مع نفسه إلى الآن غير قادر على ترجمة كثير من المشاعر، وزي ما سمعنا إنه في بعض الأشخاص يمكن غير يعني مش مفعلين أنواع مشاعر معينة. يعني أنا عندي مشكلة أساسية. إنه إحنا مع أنفسنا، خطابنا الداخلي، مشاعرنا، تشخيص مشاعرنا، فبالتالي نقدر نعمل فعل معين. فالمشكلة والعقبة اللي موجودة عندنا كيف ممكن نحلها؟ تمام. هلأ أنت بتحكي عن الشخص نفسه. نعم. أوكي. حياتنا كليات عبارة عن مشاعر. يعني أنا لما بعبادتي مع ربنا أنا بدور على المشاعر اللي هو الخشوع والتقرب من ربنا. في الشغل أنا لما أجي أشتغل بيجي واحد بقول لك طب أنا ما أشتغل، يعني أنا بموت من الجوع. طب ما هو موت من الجوع هو شعور مشاعر. لما بدي مثلا أنتقي سيارة جديدة، هلأ أنا بدور على مكان اجتماعي زائد مثلا رفاهية، برضو هاي مشاعر. كل إشي في حياتنا هي مشاعر. طيب فأنا إذا كنت عم بكبت هاي المشاعر وبخاف إني أحكيها، أنا دمرت كل حياتي. لازم أعرف إمتى أنتقي هاي الأشياء، إني مثلا موقف معين ما أقرر فيه على كيفي،
كيف ما أقرر فيه على كيفي. بدي أضرب مثال قصة صغيرة صارت مع أحد أصدقائي. يعني في أحد الأشخاص عزم صديقه وتكلف وجاب أكل وكذا وحكى له بتيجي باليوم الفلاني واتفقوا كل إشي. وقت الغداء هذاك ما إجا وصار رن عليه وما رد عليه وظلوا طول اليوم ما يرد عليه والزلمة أخذ أخاطره وزعل وخلص قرر إحنا هاي مشكلتنا منقرر على كيفنا وما منعبر وما منيجي منحكي له. يعني ما بستنى مثلا آه خلص أنا هيك قررت قرار نهائي معناه هو أهاني. قال هذا الزلمة راح أقطعه وأطلعه من حياتي، ما سمع منه وما عبر له عن مشاعره ولا هداك حكى له. بعد فترة ضلوا يرن عليه رجع له ما رد عليه، قال له خلص أنا عزمته وما إجا معناه أهاني أنا ما بدي أرجع أرد عليه. عرف من الناس إنه في هذا اليوم زوجة هداك الشخص توفى، فيعني إشي بديهي إنه ما يرد عليك. فإحنا صفينا إنه منحلل تحليلات داخلية ومنقرر على كيفنا بدون ما نعبر للشخص اللي قباله. لو تسمع منه ويسمع منك تنحلل الأمور، أما أحلل على كيفي خلص هون بتصير في ضغينة وحقد زائد، بتوصل لمرحلة كآبة، ممكن أنت تكتئب وتقعد بالبيت من وراء بس تحليل شخصي أنت حللته. صحيح. موضوع المشاعر يمكن لها أنواع كثيرة. بعض الدراسات تقول أن هناك مشاعر مؤقتة منحس فيها باللحظة الحالية. صحيح. وهناك مشاعر مستمرة أو مزمنة أحيانا. بالعالم العربي آخر دراسة تقول أنه الإحساس بالخذلان أو الديسابوينتمنت هي من المشاعر المزمنة واللي قاعدة عم تكبر مع الإنسان. شو تأثير هذا النوع من المشاعر السلبية اللي أصلاً ما منعبر عنها بأي شكل من الأشكال؟ ممكن تنفجر انفجارات بسيطة أحياناً. صحيح. وحتى ممكن أحياناً تكون كبيرة. صحيح. فشو النتيجة بالنهاية؟ ليش هذا الإحساس موجود أصلاً بهذا الكم؟ هذا السبب إنه أنا بحط المشكلة على المجتمع وليس علي. من البداية هو صغير، إحنا بدنا نرجع للتربية. من البداية هو صغير لما بوقع الولد تيجي بتحكي ضدي للطاولة، ليش انت اللي ضربتي؟ ضدي للسجادة انت ضربتي. بتربى الطفل انه الخطأ من المجتمع مش منه. فأي شيء بيصير معه بقول لك الحكومة، الوضع الاقتصادي، البلد، الكذا، فبيقرر انه المجتمع كثير سيء. بوصل لمرحلة اكتئاب، بوصل لمرحلة اليأس. لما يعرف انه هذا الشيء منه هو ومن ذاته وبقدر هو يغير، انه I can do it، بقدر انا اعمل هذا الشيء، هو بيصير التحفيز، هو بيحفز نفسه من نفسه، بيعمل طاقة لنفسه، بيصير يحكي لا المشكلة كانت مني. أول مشكلة من مشاكل الحمل في الطاقة. إحنا ما بنحمل كمان الناس جزء من المسؤولية، هي فكرة يمكن بس للتعقيب على هذا الموضوع، يعني إنه أحياناً بيكون في مشاكل مجتمعية وبيكون في ناس كتير مقصرين، لكن تفاعلي مع الموضوع هو الذي يختلف. فشو أهمية هذا الموضوع إنه أنا أحس إنه أنا في هو تفاعلي بيكون من داخلي. أنا ما بستنى إشي يجيني من برا مشان يطلعني من هاي المشكلة أو الاكتئاب اللي أنا فيه. تفاعلي من داخلي، أنا لازم أقرر أنه أنا ما حدا بيساعدني إلا نفسي. لما أنا أكون مكتئب أو أنه متدمر، ليش؟ ما هو أصلاً بتكون مكتئب ومتدمر لأنك حطيت الظروف على الخارج مش على نفسك. احكي لا أنا بقدر أطلع حالي من هذا الإشي، وأعمل أرسم لنفسك خطوات معينة وأعمل خطة. هون الإنسان بيجي بيحكي لا أنا ما راح أضني بين أربع حيطان وأضني بس أندب حظي وأكون زعلان وليش أنا هيك وليش وليش وليش. ما بشتكي. ابدأ بنفسك، ابدأ بحالك، احكي أنا بدي أطور من حالي، أنا ليش هيك؟ طب مثلا فلان والله أهملني وما بيسلم علي، لا أنا باجي عليه، كيفك شو أخبارك كذا، عبر عن نفسك. بس أنا بحاجة معناته لنوع من الاكتفاء بيني وبين نفسي عشان أكون عندي الثقة وعندي هاي القوة. طبعا. طب من وين بدها تيجي هاي هذا الإحساس؟ بدك تحكي مع حالك صدقا. بدك تقعد مع نفسك، أول إشي أعرف أنت وين موجود. بسجل بحكي أنا وين موجود هلأ، عندي مشاكل معينة في كذا وكذا وكذا، حددها. هذا هو مفتاح أول إشي إنك أنت تحل المشكلة. اعرف أنت وين موجود، حدد إيش هي مشاكلك وأقدم. فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا أنت قررت إنه خلص أنا بدي أعمل هذا الإشي سويه، مش تضلك تستنى هم بيجوا، خلص هم بيجوا يصالحوني. طيب خلينا نروح شوي للجوانب العاطفية. أوكي. المفروض أنها تكون مشاعر جميلة وكثير من الناس بيعيشوها بحب. العلاقات بالأسرة، الزوج مع زوجته أو خلينا نقول الأب مع الأطفال وحتى المراهقين، بنلاحظ سمة عامة أحياناً أنه في عدم تواصل بسبب عدم القدرة على التعبير عن المشاعر. هاي خطوة أولى للمشكلة. صح. خلينا نقول شو المشكلة الأساسية
أو السمة العامة اللي أنت بتشوفها بمجتمعنا خاصة من خلال اطلاعك على العلاقات الموجودة بين الناس؟ هلأ سن المراهق، خلينا نحكي اللي التين ايجرز، يعني نحكي مثلا 16-17، بشوف إنه والده ووالدته بعد عنه، إنه هم مش مواكبين العصر، هم ما إلهم على التكنولوجيا، مع إنه لو يقعدوا مع بعض ممكن يوصل لنقطة التقاء، بس هو بشوف الشاب الصغير أو الصبية الصغيرة بشوف إنه أنا هدول مش فاهمين علي، يا دوب بيعرفوا يمسكوا الموبايل، يا دوب بيعرفوا السوشيال ميديا كذا، وهو بالنسبة له إنه هذا طايش وما بيفهم. لو يقعدوا، وهذا نادر إنك تشوفي أب أو أم قاعد مع طفل، يعني لازم يحس بإحساس الحب تجاهه وإحساس الخوف، أترجم له إحساس الخوف، ولازم يكون في جلسات يقعدوا مع بعض. إحنا مجتمعنا لا، بقول لك شو بدي أقعد، ما هو اجتماع شغل، لا خلص هيبتي. أيوة بالضبط، هم إذا بعدوا مع بعض يعني فعلا رح يوصل لنقاط التقاء. يعني نستنتج أنه في عندنا مشكلة بالصورة النمطية اللي بنرسمها يعني عن أنفسنا، إن كان للناس أو حتى في مجتمعاتنا. صح. الضيقة. صح. فعلا هذا الموضوع طويل كتير. يس. وبحاجة يمكن لجلسات عشان يقدر الإنسان يوصل لمرحلة يعبر فيها عن مشاعره. شكرا لوجودك معنا اليوم خالد الحراني، مدرب المهارات الحياتية. الله يخليك، كل ذوق. شكرا لك. الله يخليك، شكرا.